وقعت الحكومة ومسار الوسط التابع للجبهة الثورية ظهر اليوم على الاتفاق النهائي للسلام بينهما، حيث وقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان حميتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد المفاوض، وعن مسار الوسط توم هجو، وعن الوساطة توت جولواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس وفد الوساطة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال مخاطبته مراسم التوقيع حرص الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق السلام في البلاد، وبشر حميتي الشعب السوداني ببدء مرحلة التوقيعات على كل مسارات السلام، وأهنى شعب دولة الجنوب بأعياد الميلاد معربا عن أمله أن تكون أعيادا للأمن والسلام. إلى ذلك أعلن مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت جولواك أن السلام بات قريبا وستسعى دولة الجنوب إلى تحقيقه بالسودان على أرض الواقع. نهني أنفسنا والشعب وحكومة جنوب السودان وشعب وجماهير السودان بالوصول إلى مرحلة التوقيع على اتفاق مسار الوسط، ونؤكد حرصنا والتزامنا بالمضي قدما في طريق السلام الشامل والمستدام في بقية المسارات. السودان عاش عقود من الحروب والخراب، وآن الأوان أن ندفع استحقاقات السلام والاستقرار الذي يستحقه شعبنا العظيم. طيبة لحياة طيبة.